السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة هل تعلم؟ لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. نبلش معلم السؤال 14 4 اللي ما فهمته. بقول لك بول بي مربوطة مع ايه بحبل، وبقول لك if the ball is given an initial horizontal velocity v naught، يعني في نوت يعني ما بلشت صفر، بلشت بسرعة في نوت. Why the car in rest يعني ايش؟ خلينا نرسم رسمة عشان نوضح الحل اكثر. قل لك اول اشي ايش؟ هاي العرباية اللي فوق، وهي هاي هسه هاي بلشت ايش؟ في نوت، وهاي بلشت ايش؟ في ايكوال زيرو. تمام، هسه خلينا نسمي هاي اي وخلينا نسمي هاي بي. اذا في اي واحد شو تساوي؟ صفر. وفي بي واحد شو تساوي؟ تساوي في بي. تمام، هسه بحكي لك determine the velocity of B. determine the velocity of B as is reach its maximum elevation. هسه متى بتوصل الماكسيمم اليفيشن؟ بده يكون الشكل كالتالي، هيك A وبده يكون الحبل هيك. توصل الماكسيمم اليفيشن يعني هي كانت هون مثلا وصارت هون، فالماكسيمم اليفيشن هي اللي بدها توصله. حلو، ننسى الرسمة هاي هسه. ماكسيمم اليفيشن هون، هسه هون في بي شو لازم تكون تساوي الماكسيمم اليفيشن وذ ريسبكت تو اي؟ الفي بي وذ ريسبكت تو اي لازم تكون صفر، وهذا اذا بدلنا على اشي بدلنا على انه في اي تساوي في بي الثانية. طبعا هون نحكي عن احنا ايش الحالة الثانية، وهون ايش بنحكي الحالة الاولى. تمام، اهم نقطة هون. هسه بتوصل الماكسيمم اليفيشن ا بيكون الفي بي وذ ريسبكت تو اي تساوي صفر، يعني سرعة الجسم الكرة بالنسبة للجسم اللي فوق تساوي صفر. اذا الكرة هسه بالحالة هاي راح تتحرك بسرعة ايش؟ راح تتحرك بسرعة ايه؟ بنروح على القانون ال انيشال تساوي الفاينل. خلينا نسمي 2 و1 ام في في، مجموع ام في في